من هو الروائي الكويتي صاحب رواية ناقة صالحة؟ من هو الروائي الكويتي صاحب رواية ناقة صالحة؟ 3 ثواني. حازم إجابتك. إبراهيم المعلوف. إبراهيم المعلوف ب30 نقطة. إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ قول يا رنيم. رنيم إجابتك. ربع المدهون. ربع المدهون إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة سعود السنعوسي، مدرسة الدكتور جابر جاد بن سويف. هارد لك فعلا مع كامل. بغض النظر عن النتيجة، بغض النظر عن النتيجة، لازم أقول رأيي الشخصي، أنتوا الماتش ده كنتوا مستعدين أكتر، ولكن لغاية الرسمية الحظ كان في صالحكم في آخر فقرة، ده اللي أقدر أقوله. هارد لك فعلا لمدرسة الدكتور جابر جاد بن سويف. السؤال الأخير، مالك الخضري. مالك الخضري تفضل. قول يا رب، قول يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب. قدرات ذهنية. سؤال في القدرات الذهنية، سؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ ب20 طبعا. قدرات ذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية: 18 في 3 زائد 16 على 2 في 222 يساوي كام؟ كريم إجابتك؟ 1000. غلط طبعا. إجابة خاطئة. لا حازم. 1764. حازم إجابة خاطئة، ولكن يا حازم، ولكن بسكورك النهاردة حازم انت هتلعب على لقب أفضل لاعب الموسم الثامن. حازم والنهارده كمان انت افضل لاعب في ماتش النهارده ب70 نقطه حازم احمد. بكرر تاني، هارد لك، هارد لك فعلا لمدرسه الدكتور جابر جاد، لعبت مباراه قويه جدا. شكرا لمدرسه دكتور جابر جاد بن سويف. اللغات الرسمية، ألف مبروك، اتأهلتوا للمربع الذهبي، محظوظين في ماتش النهاردة، ما أقدرش أقول غير كده. هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة، دي الحقيقة.